الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم
ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها
منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين يردوكم على أعقابكم
فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة طائفة قد أهمتهم
أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا أمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولم قد أصبتم مثليها
قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
تستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء Oh.
سمسوم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعهم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، 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 ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد سمع الله قول الذين قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء عذاب الحريق بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن حتى يأتنا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله
والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا إنك مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
عاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا الله لعلكم تفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر ويخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله الأخوة والأخوات، إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وتقبل الله منا ومنكم الصيام القيام وصالح الأعمال. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الذنوب ويسر عنا وعنكم العيوب وأن يقبلنا عنده من التائبين في هذا الشهر المبارك العظيم، رغم أننا كنحس بأننا صايمين فقط، الأجواء ديال رمضان لا نستشعرها بتاتا، الحمد لله ما عاد هذا القيام هذا فقط، أما أجواء رمضان غابت عنا والله العظيم، الأجواء رمضان غابت عنا سبحان الله العظيم. نلمس الغضب نتاع الله عز وجل ظاهر واضح، وضوح الشمس في طلعة الظهر، حتى الأجواء نتاع رمضان سبحان الله والإحساس برمضان فقدناه قليل، فين كتستشعر أنك في رمضان، احنا صايمين فقط. اللهم أجرنا في مصيبة، الله هذه مصيبة، اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منه، صلى الله أن يغفر لنا وأن يجيرنا وإياكم من النار، أن يغفر لنا ولكم إنه لذلك القادر عليه. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. الحمد لله رب العالمين، الآن دزنا البقرة وآل عمران، كملنا البقرة وآل عمران، الآن نقلوا إن شاء الله السور الأخرى ويكون القادم أجمل بإذن الله عز وجل. أتمنى أن نكون في المستوى بعد الحمد لله، بعد غية الكتلة اللي كتتبع هذا القيام وهذا القرآن، تستشعر ولو القليل أجواء رمضان وتذكر المساجد. اللهم لك الحمد، صلى الله أن يوفقنا لكل خير، الله يصلح حالنا، الله ما هي إلا الذنوب، كنا على يقين والله العظيم. لم يحصل هذا منذ 14 قرنا، منذ أن أنزل الله القرآن لم يقع هذا، لم تقع هذه الواقعة حتى في رمضان سبحان الله العظيم. وصل الحال إلى رمضان، الله والله مصيبة، الله العظيم مصيبة، حتى إذا مرت أتبقى في الذاكرة، كلما نتذكرها تشيب لها الولدان. صلى الله أن يصلح حالنا، أمر صعب. نتمنى بإذن الله عز وجل، نحن الآن في مكان يسمى البلاء، نتمنى أن نتنقل من البلاء إلى الابتلاء، وأن يأجرنا ربنا جل وعلا. فلولا الأطفال والرضع والشيوخ والبهائم الرتع لربما لكم موقع شهد شيء، لكم موقع ما أسوأ وما أكفس وما أصعب وما أشد منه، ولكن رحمة ربي بعباده الأطفال الرضع والشيوخ والبهائم الرتع، كانت المصيبة على ما ترون، أما رأى المصيبة الحقيقة أشد. كل واحد فينا يصلح نفسه قدر المستطاع، نصيحة للإخوة، كل واحد فينا ما يخرج هذا رمضان هذا سواء كان الشفاء من هذا البلاء وعادت الحياة إلى ما كانت عليه، كل واحد منا إن شاء الله بإذن الله عز وجل يصلح نفسه قدر المستطاع. أنا أتكلم عن نفسي أولا وعلى إخواني ثانيا، كل واحد فينا يصلح نفسه، ونكون على يقين أنه والله كلنا ذنوب ومعاصي وخطايا وزلات وآثام، والله كنا على يقين أن عندنا ذنوب كالجبال، ولكن نحتقرها، نراها في عيننا صغيرة، ولا جعلها الشيطان في عيوننا صغيرة واحتقرناها. نسأل الله أن يصلح حالنا، هذا كنخلص الدين. اللهم اصلح حالنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا واهد قلبنا وثبتنا على دينك وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا ولا تعذبنا بذنوبنا وانزل رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رب ارفع هذا البلاء، اللهم يا رب ارفع هذا البلاء، اللهم يا رب ارفع هذا البلاء، اللهم يا رب ارفع هذا البلاء. غير هذه المدة ديال تقريبا 3 شهور تقريبا، وتكلمت واحد البنت قلت سبحان الله العظيم، قلت راه هذا رمضان غادي ندير فيه نظام نفس النظام اللي درته رمضان اللي فات، وغادي يكون صارم وتكون فيه نتيجه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، رمضان اللي فات درنا الرقيه، كان نظام زوين، كان نظام رائع والله العظيم، كان نظام زوين. سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، تكسر ذاك النظام لاسباب، وكنت قلت مع راسي ان شاء الله هذا رمضان هذا غادي نفتح ان شاء الله الباب لكل الناس من بقاع الارض، وغادي يكونوا الحصص جماعيه يوميه، يوميا حصص جماعية تكون مقسمة نفس النظام اللي كانت رمضان اللي فاتت. قلت اللي بغى يجي يدوز الرقية في شهر رمضان رقية يوميا، راه غادي تكون في رمضان يوميا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. قلت راه يوميا في رمضان غادي تكون الرقية، فقدر الله ما شاء فعل، قدر الله. ما صدقنا في رمضان، ما صدقنا في الرقية، ما صدقنا في المساجد، ما صدقنا في التراويح، لا شيء، راحنا مسجونين، راحنا في سجن
والله العظيم إذا رحنا في سجن الحياة سبحان الله الجو ديال الحياة تعكر، الجو ديال الحياة سبحان الله العظيم تقلب. كنستشعر أنا نقول لكم فاش كنت استعب رمضان إلا ما كنتش كندير الرقية المغرب ديك الساعة ونص سوايع حتى لساعة، وكنستشعر أكثر وراء صلاة العشاء ملي كيبداو التراويح والمدن والمساجد مملوءة، ملي كتسالي التراويح وينتشر الناس في الأرض، تما اللي كنا نستشعر رمضان، نحسوا بالأجواء ديال رمضان، والله كنحسوا بالجو كنتنسموا رمضان. أما دروكا تخرج من العصر تحضي جنابك كما قال لك شي إخوان، تمشى وتحضي منها اللي تجي فيك شي زرواطة ولا يهزوك يديوك ثلاث أيام، ويوصل عاوتاني صلاة العشاء تفطر تبغي تخرج ما فيهاش. شو سبحان الله العظيم بحشت على هذه اللحظة اللي احنا كنتكلموا فيها في بث مباشر الآن. لو كان رمضان ككل الأعوام التي مضت والسنوات التي مضت والعقود التي مضت، لو كان الآن الناس كملت صلاة التراويح وانتشرت في الأرض تستشعر جو رمضان. أما الآن سبحان الله العظيم، فكونوا على يقين غادي يكمل رمضان، قلت هون غادي يكمل رمضان، غادي يسالي رمضان، ومن رمضان غادي بإذن الله قبل ما يكمل رمضان ولا من رمضان غادي يكمل هذا الوباء، وتعود المياه إلى مجاريها، ويرفع الله جل وعلا هذا البلاء والوباء ونعود إلى حياتنا الطبيعية. ولكن من هذا الوباء لن يخرج إلا القلة القليلة. توبة نصوح، حقا يدعوننا خوفا ورهبا، يدعوننا إنهم كانوا من عبادنا يدعوننا خوفا. نعم تضرع لله عز وجل يكون خوفا وطمعا، يدعوننا خوفا وطمعا. تضرع الله عز وجل للتوبة ولا الدعاء يكون سواء في الخوف أو في الطمع ديال رحمة الله عز وجل، أو تريد شيئا من الله عز وجل حتى في الخوف. ولكن هذه المرحلة اللي الأغلب يدرك استقم فيها نسبة كبيرة تابوا الله عز وجل فيها واستقموا وشدوا صراط الله عز وجل السوي المستقيم، هذه الفئة قليل اللي غادي يثبتوا وراء هذا الوباء وتلقاهم كيف ما لقيتهم اللي انزل الوباء وتابوا الله عز وجل. القلة القليلة اللي غادي يشدوا في صراط الله عز وجل السوي المستقيم ويبقوا على هذه الملة الصحيحة وعلى هذا الطريق الصحيح، القلة القليلة. أما الباقي يكمل رمضان ويعود كأنه يكمل رمضان ويكمل الوباء، هذه يعود الحياة الطبيعية. اسمه هي الحياة الطبيعية، اسمه هي الحياة الطبيعية، هي الخمارات، هي الخمر، هي سهر الليالي، هي البلايا، هي الزنا، هي الفواحش، هي المنكرات، هي الحياة الطبيعية في النظر ديال البعض. راه ما كيتشهاش ترجع الحياة الطبيعية باش يرجع رمضان، راه كيتشها الزهو، كيتشها لي بواط، وكيتشها البيران، وكيتشها يقصر، وكيتشها هذه الشهوة ديالهم باش تعود الحياة. أما القلة القليلة اللي كيتشهها أنها تعود الحياة الطبيعية ويوقف باب المسجد ويدخل يتوضا ويصلي ويشد الصف مع خوتو، تعود الحياة الطبيعية الأشياء أخرى أجمل، تعود الحياة الطبيعية، يعود رمضان كما كان، تعود الحياة الطبيعية، نسلموا على بعضنا البعض في يوم العيد، الحياة الطبيعية شيء كل واحد كي يشوفها. نتمنى من الله عز وجل نكونوا متائبين اللي غادي يثبتوا على هذه التوبة سواء في العسر أو في اليسر. نسأل الله أن يغفر لنا وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وإن شاء الله كل شيء يدوز، كل شيء غادي يفوت إن شاء الله، إن مع العسر يسرا. نطلب الله عز وجل يرفع علينا هذا البلاء والوباء، وجزاكم الله خيرا، ونسألكم الدعاء. اللهم اغفر لنا يا ربي ما لا يعلمون، واجعلنا خير مما يظنون. كونوا على يقين ملي كنكون نقرأ القرآن كنتمنى أن ذاك القرآن هو قرآن كتسمعوه وكتستغلوه ولا كتستنفعوا به، وفي نفس الوقت كنوي أن ذاك المريض يسمعه ينزل عليه سكينة وراحة وهدأت البال وطمئنان. الله يوفقنا وإياكم لكل خير، جزاكم الله خيرا. موعدنا غدا وراء صلاة العشاء مباشرة كالتوقيت العادي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء في ظهر